السعيدي مشات الكرة مشات لرضوان الدردوري ممتازة جدا. هدف أول في مباراة اليوم، هدف أول للكوكب المراكشي ضد مجرى اللعب، يتمكن من تسجيل هدف أول. كرة ما بين مدافعين مشات لعب مولى الهردومي لمرفتش الهدية وسجل هدفا أولا في مباراة اليوم. هدف أول 1-0 يأتي في وقت صعب بشكل كبير لفريق شباب الريف الحسيمي اللي كان متفوق بشكل كبير، ضيع فرص كثيرة وبالتالي استقبل هدفا أولا في الجولة الأولى من مباراة اليوم. هنا الإعادة، عبد المولى الهردومي يتمكن من تسجيل هدف أول. لا تدخل ربيع أوبري ولا عبد الإله باقي منع عبد المولى الهردومي من تسجيل أول هدف مباراة اليوم.